هل المسلم غير المؤمن قد يتفقان وقد يتحدان؟ فإذا جاء في سياق واحد الإسلام والإيمان فلهذا معنى ولهذا معنى الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فهذه الأعمال الظاهرة. أما الإيمان فالأعمال الباطنة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر الخير والشر. فالإسلام الإيمان هنا أعمال القلب. وقد يتحداني مثل أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤتوا من المغنم الخمس